السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم سي فهم عام. اليوم ان شاء الله وبعد طول انتظار ولا بالاستطاعة ديالنا اننا نربطوا الحساب البنكي ديالنا مع الكونت باي بال ديالنا. فكما كنتو كتعرفوا من قبل كان باستطاعتك انك تربط الحساب التجاري وفا بنك فقط، اما اليوم فولات البوسيبيليتي انك تربط اي بنك، كان اما البنك الشعبي او البي ام سي او او سي اش، يعني اي حساب بنكي يمكن لك تربطه مع باي بال. وفي هذا الدرس ان شاء الله غادي نوريو الطريقه نتاع ربط البنك الشعبي مع باي بال ديالنا، تابعونا. فاول حاجه اخوتي كنجيو هنايا كنديرو باي بال، كادي ندخلو غنديرو اول واجهه هنايا، غادي يعطيونا باي بال ديالنا، غنديرو كونيكسيون، غادي نديرو الايميل ديالنا ونديرو المود باس ديالنا باش نفتحو الحساب. من بعد غيدخلونا الباي بال ديالنا، غنجيو هنا نديرو بايمون فوق، هنا غادي يعطيونا باش نربطو الحساب البنكي. فلتحت كما كتشوفوا رابط انا الكارت من قبل، دابا غنربطو الحساب. غنجيو هنا غيعطيونا الخانات باش نعمروهم باش نربطو الحساب البنكي ديالنا. فكما كتشوفوا في الاول عندنا اسم البنك وكود سويفت، يعني هذوك المعلومات كاملين. غنجيو لهنا البنك الشعبي ديالنا، هنا غادي يعطينا نعمرو المعلومات ديالنا، ايدونتيفيكاسيون الفوق والمود باس لتحت. من بعد غادي نديرو سو كونيكتي، غيطلعو لنا الواجهة ديال الحساب ديالنا في البنك الشعبي. هنا على اليسار كنلقاو كونت، غندخلو ليها. هنا غادي يعطونا واحد الخانة اللي فيها جميع المعلومات ديالنا. فكما كتشوفوا الفوق عندنا الريلفي دونتيتي، عندنا النيميرو ديال الحساب الفوق، وعندنا هنايا غتلقاو حتى الكود سويفت، ولتحت يعني غتلقاو رقم الحساب، وغتلقاو يعني جميع المعلومات اللي طالبين منا باي بال غنلقاوهم في هذه الخانه هذه. غادي نديرو كوبي من هنايا وغنبقاو نحطو نيشان باش نعمرو المعلومات في الباي بال ديالنا. هنا نوع الحساب غنختارو حساب توفير، وهنا رقم الحساب في 24 رقم غندخلوه حتى هو انطلاقا من البنك الشعبي ديالنا، انطلاقا من المعلومات اللي في البنك الشعبي عندنا. وهنا رقم الهاتف ندخلو حتى هو يكون اكزاكت، لان تقدر تكون شي فيريفيكاسيون ولا شي حاجه يطلبونا بها، خص المعلومات يكونوا صحيحه. وهنا العنوان الكامل، وهنا نوع الحساب واش تجاري ولا شخصي على حسب انت اش داير في الكونت ديالك. ومن بعد كنديرو ربط الحساب، وهنا مبروك عليكم فقد تم ربط الحساب. حتى لهنا كان هذا هو الدرس ديالنا اخوتي، ما تنساش ابوني ودير جيم وفعل الجرس وبارطاجي، والله يوفقكم جميعا.